الرئيس السيسي وجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال الشهر المقبل. قوى الحرية والتغيير بالسودان ترشح عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة الانتقالية بالبلاد. روسيا تعلن دعمها لفنزويلا في مقاومة محاولة واشنطن تغيير حكومة مادورو. السادسة مساء في القاهرة ورابعة بتوقيت غرينتش، أهلا بحضراتكم في نشرة إخبارية جديدة ومفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. بداية هذه النشرة مع لمى جبريل. ليك لمى. شكرك دينا، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال شهر سبتمبر القادم. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ورئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وذلك لمتابعة المنظومة الجديدة الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية. كما تناول الاجتماع استراتيجية العمل الوطنية والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة بهدف تطوير قطاع الصناعة في مصر. واصل قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الأمن الجنائي في مديريات الأمن جهوده لضبط قضايا الاتجار بالمخدرات بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بجميع أنحاء الجمهورية. نتابع المزيد عن هذا الموضوع في هذا التقرير. في إطار المكافحة الفاعلة لظاهرة انتشار المخدرات وخطورتها البالغة على المجتمع المصري، تحركت أجهزة وزارة الداخلية بحملات أمنية مكبرة في محيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب في الجمهورية، إضافة لمصايف المحافظات الساحلية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 69 قضية إتجار وحيازة مواد مخدرة، بلغ عدد المتهمين فيها ل 77 متهما وبحوزتهم كميات من مخدر الحشيش وزنت أكثر من 15 كيلو جراما وأكثر من كيلو و700 جرام من مخدر الهيروين وكيلو جرام من مخدر الاستروكس وأقراص مخدرة بكميات زادت عن 7700 قرص مخدر ومبالغ مالية حصيلة الإتجار في المخدرات. نتائج هذه الحملات تركت أثرا طيبا واستحسانا من المواطنين في المحافظات. ضبطت أجهزة وزارة الداخلية أحد أخطر التشكيلات العصبية لسارقة المساكن بمحافظتي القاهرة والقليوبية، وذلك في إطار ضرباتها الأمنية الناجحة لضبط العناصر الإجرامية. استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في ملاحقة عناصر مرتكبي جرائم السرقات، تمكنت مديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمناطق مختلفة في محافظتي القاهرة والقليوبية، وضبط معهم أسلحة نارية غير مرخصة وألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، إضافة لضبط كميات من الذهب زادت عن 3 كيلوغرامات و200 جرام ومبالغ مالية كبيرة وأجهزة إلكترونية متنوعة. وبمواجهتهم اعترفوا أن المسروقات المضبوطة نتيجة ارتكابهم العديد من السرقات للمساكن بأسلوب التسلق وكسر الباب. أنا دوري معاهم أن أنا بنط وبكسر، ولو لقينا خزنة بناخدها كلنا. يعني صدمة كبيرة جدا لي أنا ومراتي وولادي إن احنا ندخل ونلاقي الكم الخراب اللي كان موجود في البيت. أنا يعني نفسي كنت متفاجئ بيها إنه بعدها بأسبوع أو 10 أيام بالكتير قوي إنه يتم القبض على التشكيل العصابي ده. دي كانت مفاجأة بالنسبة لي بصراحة. احنا طبعا اتبلغنا من جارنا إن الباب بتاع الشركة عندي مفتوح، فجيت طبعا لقيت دخلت الشركه لقيت محتوياتها متبعتره بصراحه. يعني كنت متخيل ان الموضوع صعب جدا لان ما فيش اي حاجه هنا، كاميرات او حاجه تساعدهم. كلموني في المباحث لقيت كل حاجه بفضل الله، وبشكر جدا وزاره الداخليه.
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل البطالة خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى 7.5%. وأوضح الجهاز في بيان له أن معدل البطالة تراجع على أساس سنوي بنسبة 2.4%، مشيرا إلى أن حجم قوة العمل في الربع الثاني من العام الجاري بلغ 28 مليون فرد، بينما انخفض عدد العاطلين إلى 2 مليون. حماية الناس، مهمتنا حماية أي ثورة سلمية. اتفقت هياكل قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان على تولي الدكتور عبد الله حمدوك منصب رئيس مجلس الوزراء للفترة الانتقالية الممتدة ل3 سنوات و3 أشهر، فيما أجلت قوى الحرية والتغيير تسمية مرشحيها لمجلس السيادة. رحب تجمع المهنيين السودانيين باختيار حمدوك، معلنا تقديم كل الدعم الممكن له، مع تأكيد على دور التجمع الرقابي خلال الفترة الانتقالية نحو الديمقراطية الكاملة، مشيرا إلى عدم تهاونه في أي من أهداف الثورة. حسم المجلس العسكري الانتقالي مرشحيه الخمسة لمجلس السيادة الذي سيقود المرحلة الانتقالية بالبلاد. وقالت مصادر سودانية إن المجلس العسكري رشح الفريق عبد الفتاح البرهان رئيسا للمجلس الجديد، فيما سيتولى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس السيادي، وعضوية كل من الفريق أول صلاح عبد الخالق والفريق ركن شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطا. هذا وقد أعلنت السلطات السودانية اكتمال جميع الترتيبات اللازمة للاحتفال بالتوقيع النهائي على اتفاق المرحلة الانتقالية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير. وأشارت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إلى أنه تمت دعوة الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية لحضور التوقيع المقرر له يوم السبت المقبل.
قدم الاتحاد الأوروبي 7 ملايين يورو كمجموعة تكميلية من المساعدات لبرنامج الغذاء العالمي في السودان لتمكينه من مواجهة الطوارئ. وأفاد بيان للبرنامج الأممي في بيان صادر عنه أن المساهمة الحالية تضاف إلى 6 ملايين يورو كان البرنامج تلقاها في 2018، مشيرا إلى أن هذا التمويل سيدعم مشروع التحويلات النقدية للفئات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي. وصلت لجنة سعودية إماراتية إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من المؤسسات الحكومية والعسكرية في المدينة. وأكد مصدر أن الحماية الرئاسية التابعة للحكومة اليمنية تسلمت محيط قصر معاشيق رئاسي في عدن من عناصر المجلس الانتقالية. وطلب التحالف العربي قوات المجلس الانتقالي بالانسحاب من المواقع التي استولت عليها من قوات الحكومة اليمنية، مشترطا إتمام الانسحاب قبل بدء حوار دعته إليه السعودية بين الأطراف في عدن من أجل التوصل إلى تسوية. أكد المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن دعمه لقوات التحالف العربي في دحر ميليشيات الحوثي الإرهابية. وقال القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد عمر بن فريد إن الأحداث التي شهدتها مدينة عدن بين المجلس الانتقالي والحماية الرئاسية لن تؤثر على العلاقات مع التحالف العربي. كل الليبيين شرفاء بأن موعدنا مع النصر الكبير وبلوغ الهدف قد اقترب. دعا مجلس النواب الليبي جميع الأعضاء لحضور الجلسة التي ستعقد يوم الاثنين المقبل بمقر المجلس في مدينة طبرق. وأكد المجلس في دعوته الرسمية للأعضاء أهمية الجلسة دون أن يتم تحديد جدول أعمالها. شن الجيش الوطني الليبي غارة جوية على مطار زوارة الواقع غربي العاصمة طرابلس والخاضع لسيطرة الجماعات الإرهابية المسلحة. أكدت مصادر ليبية أن طائرات سلاح الجو قصفت غرفة للتحكم في الطائرات التركية المسيرة ومنشآت في مطار زوارة تنطلق منها هذه الطائرات، بعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الليبي مطار زوارة. سيطرت قوات الجيش الوطني الليبي على منطقة الهيرة جنوب طرابلس وطردت الجماعات الإرهابية المسلحة منها، فيما أكدت غرفة عمليات الكرامة سقوط عدد من القتلى في صفوف الإرهابيين. المزيد في هذا التقرير. انتصارات واسعة حققتها قوات الجيش الوطني الليبي خلال الساعات الماضية على محاور القتال في ضواحي العاصمة طرابلس ومدينة مرزق جنوبي البلاد بهدف القضاء على الإرهاب. ففيما يقترب الجيش الليبي من مرحلة الحسم بطرابلس، وإذ تستعد قواته لخوض ما تصفه بالمعركة الأخيرة للقضاء على الجماعات الإرهابية المسلحة المتبقية داخل العاصمة، تمكنت وحدات الجيش من السيطرة على منطقة الهيرة، وذلك بعدما استهدف الجيش مقر اللواء الرابع بمنطقة العزيزية جنوب طرابلس.
في إطار مراجعة ما تم تحقيقه مدنيا منذ انطلاق العملية العسكرية لتحرير طرابلس في 4 إبريل الماضي، والاطمئنان على مدى استعداد قوات الجيش، عقد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اجتماعا موسعا بقادة قواته في مختلف محاور القتال مؤخرا حسبما أفادت مصادر ليبية. وفيما ترنحت الجماعات الإرهابية المسلحة في طرابلس أمام ضربات قوات الجيش الليبي، كشف اللواء أحمد المسماري الناطق باسم المشير خليفة حفتر أن التفجير الإرهابي الذي استهدف مدينة بنغازي مؤخرا وأدى إلى مقتل موظفين بالبعثة الأممية متعمدا ويهدف لنشر الفوضى بالبلاد. يستهدفون مدينة بنغازي بالتحديد لإظهارها مدينة غير آمنة، وكذلك لمنع البعثة من الاستقرار في بنغازي. عليه نتقدم بحر التعازي إلى البعثة المتحدة في ليبيا، ونحن واحد في هذا المصاب الجلل، وهذا هو الإرهاب، وهذا هو في يوم من الأيام من تريدون أن نجلس معهم ونتناقش معهم ونتحاور معهم من أجل المستقبل السياسي في ليبيا. وفي جنوب البلاد استطاعت قوات الجيش الوطني الليبي من السيطرة الكاملة على مدينة مرزق بعد مواجهات عنيفة خاضتها القوات المسلحة ضد المرتزقة وتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بمساندة أهالي وشباب المدينة. أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في مؤتمر صحفي أن بلادها ترى أن كل الظروف مهيئة لنجاح انعقاد اللجنة الدستورية السورية، وأضافت أن روسيا ترفض أي إجراءات لفصل إقليم أو منطقة من سوريا. أننا لا نقبل أي فصل لمناطق من هذا البلد بأية ذريعة كانت. بكل تأكيد هناك أعمال مضادة للإرهاب، لكنها يجب أن تكون منسقة مع دمشق، وهذا شرط لا بد منه عندما نتحدث عن دولة ذات سيادة. ندرك أن البلدان المجاورة لها مصالحها والأوضاع معقدة ولا يمكن أحيانا الفصل بها، ولكن بالعودة إلى النقطة الأولى، كل ما يحدث في الأراضي السورية يجب أن يكون بموافقة من الحكومة الشرعية في سوريا. والنقطة الأخرى، ولا واحد من الأسباب المذكورة أو المحتملة لا يجوز أن تكون سببا مبررا لفصل منطقة ناهيك عن تجميد هذه المنطقة بغرض إعادة تسميتها أو فصلها أو تقسيمها. حقق الجيش السوري تقدما جديدا في محافظة إدلب باستعادة بلدتين جديدتين في الريف الجنوبي، وذلك في إطار حملة لاستعادة بلدة خان شيخون الاستراتيجية وتحريرها من الجماعات الإرهابية. تقدم جديد للجيش السوري باتجاه مدينة خان شيخون كبرى بلدات ريف إدلب الجنوبي في شمال غرب سوريا، حيث يخوض الجيش معارك عنيفة مع الجماعات الإرهابية المسلحة. الجيش السوري بدعم جوي روسي كثف عملياته القتالية في ريف إدلب الجنوبي بعدما اقتصرت غالبية الاشتباكات منذ بدء التصعيد على المنطقة في نهاية إبريل على ريف حماة الشمالي المجاور لإدلب. قوة الجيش باتت على بعد 4 كيلومترات من مدينة خان شيخون من جهة الغرب بعد سيطرتها على 5 قرى صغيرة، حيث لم يعد يفصلها عن المدينة إلا أراض زراعية. ومن جهة الشرق دارت معارك عنيفة بين قوات الجيش السوري ومسلح الجماعات الإرهابية، حيث يحاول الجيش السيطرة على تلة استراتيجية تقع على بعد نحو 6 كيلومترات من خان شيخون. ويمر في المدينة طريق استراتيجي سريع ترغب دمشق باستكمال سيطرتها على جزء منه، يمر عبر إدلب ويشكل شريانا حيويا للجيش السوري الذي يواصل عملياته من أجل استعادة السيطرة الكاملة على محافظة إدلب وتطهيرها من الإرهاب.
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن اتفاق إنشاء منطقة آمنة في شمال غرب سوريا سيتم تنفيذه تدريجيا، وقال المتحدث باسم البنتاغون شون روبرتسون إن الولايات المتحدة جاهزة لتنفيذ بعض العمليات في الشمال السوري وفقا للشروط التي تم الاتفاق عليها مع تركيا. وأوضح المتحدث الأمريكي أن الهدف من وراء هذه المنطقة هو إنشاء منطقة عازلة بين جميع القوات هناك. أعلنت الأمم المتحدة أن العراق فقد 36 مليار دولار خلال 6 سنوات الماضية في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابية. وذكرت منظمة الأمتعد للتنمية التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها أن عام 2014 الأكبر في خسارة استثمارات أجنبية مباشرة في العراق، مؤكدة أن الاقتصاد العراقي تراجع بشكل حاد طوال السنوات الماضية جراء الاضطرابات الأمنية والسياسية والحروب في المنطقة. شدد مجلس الوزراء العراقي على أنه سيتعامل وفق القانون مع أي معسكرات أو مخازن أسلحة غير مرخصة. ووجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بإجراء تحقيق شامل في حادث انفجار مخازن العتاد بمعسكر الصقر جنوبي بغداد وتعويض المتضررين، كما وجه باستكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات إلى خارج المدن. أكدت تقارير عراقية أن أنقرة تواصلت مع بغداد لاستعادة عناصر داعش الأتراك وزوجاتهم وأطفالهم. وذكرت التقارير أن العراق يحتجز نحو 400 امرأة و280 طفلا من عناصر داعش الأتراك يعيشون حاليا في مخيمات للاجئين. وأوضحت التقارير أن العراق لا يمانع إعادة هؤلاء لأنقرة، لكنه يرفض تسليم إرهابي داعش من الذكور. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية قصف مواقع لتنظيم داعش الإرهابي بالمدفعية بالقرب من مطار القيارة العسكري الجنوبي مدينة الموصل العراقية. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن العملية تمت بالتنسيق مع الحكومة العراقية، مؤكدة أن هدفها القضاء على الخلايا النائمة وضمان الهزيمة الدائمة لداعش. أعلنت الداخلية العراقية اعتقال أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في حملة أمنية بقضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين وشمال البلاد. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن عملية إلقاء القبض على الإرهابي تمت استنادا لمعلومات استخبارية. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد دكتور معتز عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية. دكتور معتز أهلا بك معنا على إكسترا نيوز من القاهرة. بداية بآخر التقارير التي وردت من الأمم المتحدة والتي ترصد بأن العراق فقدت خلال 6 سنوات الماضية 36 مليار دولار في حربه ضد تنظيم داعش، وأيضا مشاهد عدم الاستقرار التي شهدتها العراق خلال السنوات الماضية، كيف تعلق وتقرأ ذلك؟ من بداية تحياتي لك والأخوة المشاهدين الأعزاء. الحقيقة هذا التقرير ليس الأول الإحصائي الذي يعطي مثل هذه الأرقام تجاه خسائر العراق في حربه مع داعش، وأيضا استهلاك هذه الأموال في موضوع استيراد الأسلحة وكذلك سرقة الأموال من قبل داعش في البنوك الموجودة في الموصل والأنبار وتكريت. دلالة كبيرة جدا ان توجه الحكومة العراقية في ذلك الوقت كان لحصر داعش وعدم امتدادها الى مناطق اخرى في المحافظات اللي اشرت لها. اذا نحن امام اشكالية في موضوع صرف هذا الاموال. لا ننسى كذلك هنالك فساد ورشاوي قد اكلت هذه المبالغ ايضا وذهبت الى جيوب الفاسدين اذا كانوا مقاولين او اذا كانوا
شركات أجنبية أو شركات وطنية. إذا نحن أمام إشكالية في جذب الاستثمار مرة ثانية بعد إعلان أرقام الأمم المتحدة بانضياع هذه المبالغ، وأيضا مطالبة أمريكا بالوقت الحاضر في الحكومة العراقية في تبيان بعض الأرصدة المالية التي رفضتها لأعمار المدن، خصوصا لأعمار المدن التي تحررت قبل سنتين. يعني كما حضرتك ذكرت الحقيقة بأن العراق فقدت هذا المبلغ الكبير، ليست المشكلة الوحيدة، ولكن أيضا نتحدث عن فقدان العراق نسبة كبيرة جدا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، هذا إلى جانب نفقات إعادة الإعمار في المرحلة القادمة. طبعا لا ننسى يعني البنية التحتية لأغلب المحافظات قد انتهت، وأصبحت من واجب الحكومة وبحث عن طرق يعني مشروع الاستثمار. لا ننسى مؤتمر الكويت الذي للدول المانحة أكد على هذا الاتجاه، بأن لا يمنح الحكومة مثل هذه المبالغ إلا بضمانات دول وضمانات بنوك، لأن يخشى من ضياع هذه المبالغ إلى في جيوب المستثمرين الفاسدين. فنحن أمام إشكالية في إعادة مرة ثانية البنية التحتية كالمستشفيات والجامعات والمدارس، ولا تزال مثل مدينة المنصور خصوصا في الجانب الأيمن لا وجود لمثل حركة إعادة البناء مرة ثانية، وأيضا في مناطق أخرى في الأنبار وخصوصا المدن التي شهدت أعمال عنف ولا تزال تشهد أعمال عنف خصوصا في المناطق القريبة من الحدود العراقية السورية. دكتور، في نقطة أخرى وفيما يتعلق أو في إطار حادث انفجار مخزن العتاد بمعسكر الصقر الجنوبي، كيف تتعامل أو كيف تتابع تعامل الدولة العراقية مع مخازن الأسلحة التي هي خارج سلطة الدولة العراقية؟ اليوم رئيس الوزراء طالب في اجتماع الدوري لمجلس الأمن الوطني، طالب بتحقيق كامل إلى ما حدث في معسكر الصقر ولمدة 7 أيام. وأنا في اعتقادي عندما تلجأ الحكومة إلى إجراء تحقيق سوف يميع التحقيق ويستهلك في أمور تنظيمية وأمور تنفيذية، ولا نعرف من هو المسبب لهذه الحادثة كما حدثت في السابق من أعمال تخريبية أو انفجارات أو حوادث خطف أو قتل مبرمج بصورة غامضة. إذا نحن أمام إشكاليات كبيرة جدا لهذه اللجان التحقيقية التي لم تعلن لحد الآن يعني نتائج التحقيق للرأي العام، وتختفي في طيات الملفات وفي أدراج الوزارات أيضا، وهذا هو ما يطالب بمجاميع منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بإعطاء الرأي العام العراقي صورة واضحة لما يجري في التحقيق وكشف الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة. شكرا لك دكتور معتز عبد الحميد، مدير المركز الجمهوري للدراسات الأمنية والاستراتيجية. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول ملفات 26 مرشحا بينهم امرأتان من بين 97 تقدموا بتسجيل ترشحهم لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة والمقرر انعقادها منتصف الشهر المقبل. نتابع المزيد في هذا التقرير. في 15 من سبتمبر المقبل يتوجه أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس جديد للبلاد خلفا للباقي قايد السيبسي الذي رحل في 25 من يونيو الماضي. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس والتي تمثل الجهة المنوط بها الإشراف على جميع مراحل الانتخابات والاستفتاء في البلاد أعلنت عن القائمة الأولية للمرشحين المقبولين للانتخابات التي ستجرى مبكرا عن موعدها بنحو 2 شهر. الهيئة أعلنت قبول أوراق 26 مرشحا ورفض 71 آخرين في قرار يجوز الطعن عليه أمام القضاء والذي ستكون أحكامه باتة ونهائية، وعلى أساسها سيتم إعلان قائمة المتنافسين النهائية ثم انطلاق حملة الدعاية الانتخابية لنحو 2 أسبوع. عدد المقبولين أوليا
للانتخابات الرئاسية المزمع إجراءها في 15 سبتمبر 2019 هما 26 قبلت الهيئة 97 ترشح مطلب ترشح. العدد الجملي للمرفوضين لعدم الإدلاء بالوثائق المطلوبة 71. القائمة الأولية تتضمن عددا من الأسماء المعروفة داخل المجتمع التونسي، منهم على سبيل المثال رئيس الوزراء يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي والقائم بمهام رئيس مجلس النواب عبد الفتاح مورو، ويضاف إلى هؤلاء سيدتان هما وزيرة السياحة السابقة سلمى اللومي وزعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسى ورجل الأعمال المعروف نبيل القروي. وبحكم الدستور التونسي رئيس الجمهورية لا يتمتع بصلاحيات تنفيذية مقارنة برئيس الوزراء، وعلى الرغم من ذلك فالسياسة الخارجية وسياسة الدفاع تظل منوطة بالمنصب الأول، مما يجعل ساكن قصر قرطاج الجديد محط اهتمام التونسيين من أحزاب وسياسيين يترقبون الانتخابات التشريعية اللاحقة، ومواطنين يتطلعون لتحسن حقيقي في أحوالهم المعيشية. في مثل هذا اليوم عام 1971 نالت البحرين استقلالها من الاحتلال البريطاني، وذلك بعد توقيع اتفاقية للصداقة انسحب بموجبها الجنود البريطانيون. المزيد في هذا العرض. يلتقي اليوم رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في واشنطن. من المقرر أن يركز اللقاء على التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بيروت وواشنطن من مختلف جوانبها. أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية غريس واحد والتي احتجزت الشهر الماضي للاشتباه في نقلها النفط الخام لسوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وقالت وسائل الإعلام إن المحكمة العليا بجبل طارق لم تتلقى أي طلب أمريكي بمصادرة الناقلة، مشيرة إلى أن قرار الإفراج عن الناقلة جاء بعد تلقي سلطات ضمانات رسمية مكتوبة من الحكومة الإيرانية بأنها لن تفرغ حمولتها في سوريا، ما دفع رئيس حكومة جبل طارق فابيان بيكاردو لرفع أمر الاحتجاز والسماح لناقلة بالإبحار.
دعت البحرية الإيرانية القوى العسكرية الأجنبية المنتشرة في مياه الخليج إلى المغادرة فورا، وهدد قائد البحرية الإيرانية حسين خانزادي باستهداف السفن العسكرية في الخليج في حال عدم تراجعها. كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أنه لا توجد حاجة إلى قوات أجنبية وأن إيران ودول الخليج الأخرى قادرة على حماية أمن المنطقة. أكدت الخارجية الإيرانية أن تطوير القدرات الدفاعية يهدف إلى الردع وليس الهجوم على أي دولة أخرى. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن بلاده قامت بتطوير تكنولوجيا نووية في إطار برنامج سلمي، لكنها لن تتردد في الدفاع عن نفسها بشكل حاسم وسريع. أما الآن مشاهدينا الكرام فننتقل إلى غرفة الأخبار مع الزميل أحمد عبد الرازق ومزيد من الأخبار المتعلقة بالأزمة في إقليم كشمير. إليك أحمد. تحياتي لكم دينا، لما أنقل إليكم في هذه العجالة آخر ما حرره الزملاء في غرفة الأخبار حول ملف كشمير أو تطورات الوضع في الأوضاع بين باكستان والهند. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 3 من جنوده و5 من الجيش الهندي في قصف متبادل على الحدود بإقليم كشمير، وذكر المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن الضربات أسفرت عن تدمير عدد كبير من آليات الجيش الهندي ووقوع العديد من الإصابات، مشيرا إلى استمرار تبادل إطلاق النار. وصف وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي قرار الأمم المتحدة بالدعوة لعقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن قضية كشمير بأنه انتصار لبلاده. وقال قريشي في تصريحات صحفية أن الاجتماع العاجل سيتم عقده غدا الجمعة، حيث ستعرض باكستان تقريرا حول الانتهاكات التي ارتكبتها الهند في كشمير وتعريض سلام المنطقة للخطر، مشيرا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يرغب في التوصل إلى حل لقضية كشمير. حذر رئيس وزراء باكستان عمران خان من احتمال تعرض المواطنين في كشمير لعملية تطهير عرقي، ووجه خان في تغريدة له على تويتر تحذيرا للمجتمع الدولي بأنه إذا سمح بمثل هذا الأمر ستكون له تداعيات وردود أفعال حادة في العالم الإسلامي تدفع إلى التطرف والعنف، مشيرا إلى إجراءات التضييق إلى أن إجراءات التضييق التي اتخذتها نيودلهي في إقليم كشمير مؤخرا الصراع بين الهند وباكستان حول السيطرة على إقليم كشمير يعود لعدة عقود بسبب الموقع الاستراتيجي للإقليم وطبيعة التركيبة السكانية له والخلاف التاريخي بين البلدين. المزيد في العرض التالي مع الزميل أحمد أبو زيد. أهلا بكم. منذ أعلنت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قرارها بإلغاء الطبيعة الخاصة وطبيعة الحكم الذاتي لإقليم كشمير وحدة التوترات لا تزال متزايدة بين الجارتين النوويتين. لكن ماذا عن طبيعة الخلاف الحاصل أيضا تاريخيا بين الهند وباكستان حول إقليم كشمير؟ الخلاف يعود إلى عام 1947 بعد استقلال الهند عن الاحتلال البريطاني. قرر البرلمان البريطاني إذن تقسيم الولايات تبعا للمذهب الديني. تنضم الولايات ذات الغالبية الهندوسية إلى الهند، بينما تنضم الولايات ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان. إلا أن وضع كشمير لم يتقرر في مرحلة التقسيم سواء بالانضمام إلى الهند أو إلى باكستان. مهراجا كشمير وقتها طالب بإبقاء الإقليم على حاله دون أي تغيير، ولن ينضم الإقليم لأي من الدولتين. لكن اضطرابات كبيرة نشبت بين المسلمين والحكام الهنود. كشمير شهدت صدمات مسلحة عنيفة أفضت في النهاية إلى دخول القوات الباكستانية إلى المنطقة، ودارت
راح القتال بينها وبين القوات الهندية، استمر القتال لمدة تزيد على نحو عام. في يناير من عام 1949 جرى توقيع اتفاق هدنة برعاية أممية بين الجارتين الهند وباكستان، وأنشئ خط لوقف إطلاق النار. تحكم الهند ما يقرب من 43% من الإقليم، فيما تتحكم باكستان في حدود 37%، أما النسبة الباقية فتؤول إلى الصين التي تسيطر على المنطقة القريبة من إقليم التبت. حافظت الدولتان على وقف لإطلاق النار منذ عام 2003، لكنه كان دوما يوصف باتفاق هش لوقف إطلاق النار. في عام 2008 توترت العلاقات من جديد على إثر تفجيرات مومباي التي كانت سببا في تجدد حدة التوتر. هذه التفجيرات التي راح ضحيتها نحو 150 شخصا. في مايو من عام 2018 جرى توقيع اتفاق هندي باكستاني على تجنب إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين. في فبراير من عام 2019 اتخذت الهند قرارا بشن غارات داخل الأراضي الباكستانية قبل أن تصل التطورات بين الدولتين إلى آخر حلقات التصعيد بقرار حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بإلغاء الحكم الذاتي الدستوري الممنوح لإقليم كشمير، الأمر الذي ترتب عليه تبعات باكستانية بقرارات بطرد السفير الهندي من إسلام أباد وتعليق كل العلاقات التجارية والثقافية بين الدولتين. هذه ملامح القراءة التاريخية في طبيعة الخلاف بين الهند وباكستان تاريخيا حول إقليم كشمير، وصولا إلى آخر حلقات هذا التصعيد بالقرار الهندي بإلغاء الطبيعة الخاصة الممنوحة لإقليم كشمير، فيما لا تعلم حتى هذه اللحظة تبعات هذا القرار لنهايتها. هذا كل ما لدينا حتى هذه الساعة في غرفة الأخبار حول ملف كشمير وتطور الأوضاع بين الهند وباكستان. عودة للزملاء في الاستوديو دينا ولما، شكرا لكما. بعد مقاومة سلمية وعصيان مدني استمر نحو 30 عام، نالت الهند استقلالها من الاحتلال البريطاني في 15 من أغسطس عام 1947. المزيد في هذا العرض. اندلع حريق في طائرة عسكرية أمريكية ناقلة للجنود في مطار شانون الأيرلندي. أكد المطار عبر صفحته على تويتر أن الطائرة هي من طراز بوينغ 767، مشيرا إلى أن جميع الركاب وأفراد الطاقم تم إجلاؤهم من الطائرة واستدعاء خدمة الطوارئ إلى مكان الحادث. تعهدت الصين باتخاذ تدابير مضادة ردا على إعلان واشنطن زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 10% على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار. وأكدت لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة الصيني أن الخطوة الأمريكية تنتهك التوافقات التي توصل إليها زعيم دولتين خلال اجتماعهما في الأرجنتين وأوساكا باليابان، وتشكل انحرافا عن المسار الصحيح لتسوية الاختلافات عبر المشاورات. اتهمت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بالتآمر مع عناصر إجرامية على صلة بأنشطة جنائية معادية في هونغ كونغ، وشددت الخارجية الصينية على أن تعليقات مجلس النواب الأمريكي والسياسيين الأمريكيين الآخرين بشأن الأحداث في هونغ كونغ تشويه للواقع.
اعتبر سفير الصين لدى بريطانيا ليو شياومينغ أعمال العنف التي يقوم بها المتظاهرون في هونغ كونغ نوعا من الإرهاب، فيما قالت وسائل إعلام عالمية أن الصين نشرت حشودا عسكرية قرب الحدود الإدارية مع هونغ كونغ، مشيرة إلى أن قوات صينية تابعة للشرطة العسكرية تجمعت في ملعب رياضي في مدينة شنزن الواقع على حدود منطقة هونغ كونغ والتي تتمتع بحكم ذاتي. فيما نشرت وسائل الإعلام الصينية تسكيلات لقوافل عسكرية تسير باتجاه شنزن. أصيب شخص قرب مكاتب الحكومة البريطانية في وسط العاصمة لندن فيما تعتقد الشرطة أنه حادث طعن، وقالت متحدثة باسم الشرطة البريطانية إن من السابق لأوانه القول إن هناك صلة بين الحادث ووزارة الداخلية، لكن لا يوجد ما يشير إلى أنه مرتبط بالإرهاب، مشيرة إلى أن الشرطة ألقت القبض على مرتكب الحادث. دعا زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيرمي كوربن البرلمان إلى الإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون قبل أن يتم عملية خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وحث كوربن الأحزاب المعارضة على عدم منح ثقة الحكومة جونسون والعمل على تعيين حكومة مؤقتة بديلة عنها. وعرض كوربن أن يترأس الحكومة المؤقتة التي تكون مدتها محددة، متعهدا بأنها سترجئ خروج لندن من الاتحاد الأوروبي وستجرى انتخابات عامة. هبطت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاما عن 1% للمرة الأولى، يأتي ذلك بعد أن سارع المستثمرون إلى شراء الأصول الآمنة ثابتة الدخل مع تنامي المخاوف من ركود عالمي وانخفاض العوائد الأدنى للسندات تكلفة الاقتراض الحكومي الجديد، لكنها تشير إلى أن الأسواق المالية تتوقع تباطؤا للنمو وتخفيضات متوقعة في أسعار الفائدة من بنك بريطانيا المركزي. أحيت فرنسا الذكرى 75 لإنزال بروفانس الذي حدث في 15 من أغسطس لعام 1944 وكان له أثر كبير في الحرب العالمية الثانية. وكرم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في احتفالات هذا العام الجنود الذين قدموا من المستعمرات الفرنسية السابقة في إفريقيا. إنها صفحة حاسمة من تاريخنا، لأنها كانت عودة للحياة. في عام 44 و45 أصبحت فرنسا ما هي عليه اليوم، استعادت سيادتها وحريتها واستعادت قيمها. قدماء المحاربين، قدماء المقاومين، جنود الحرية، أود اليوم أن أقول لكم من جديد أننا نعترف بما قمتم به ونقر بما قمتم به. أنتم منحتم بلدنا حريته وكرامته. بفضلكم استرجع علمنا ألوانه واسترجع شعبنا كرامته. أعلنت إسبانيا استعدادها لاستضافة بعض المهاجرين الذين تم إنقاذهم في البحر المتوسط بواسطة سفينة الإنقاذ التابعة لمنظمة الأذرع المفتوحة الإسبانية. اشترطت الحكومة الإسبانية لتنفيذ ذلك إبرام اتفاقية توزيع عدد من المهاجرين الموجودين على متن السفينة المتمركزة حاليا في المياه الإقليمية الإيطالية بين العديد من الدول الأوروبية، مشيرة إلى ضرورة العمل مع المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء الأخرى للتوصل إلى حل مشترك وأوروبي ومنظم وموحد.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو دعم بلاده لمساعي فنزويلا مواصلة سياستها الخارجية المستقلة والتصدي للمحاولات الأمريكية لتغيير حكومتها المنتخبة شرعيا. وقال شويغو خلال اجتماع مع نظيره الفنزويلي بادرينو لوباز في العاصمة الروسية موسكو إن بلاده تتابع عن كثب الأحداث التي تجري في فنزويلا وضغوط واشنطن غير المسبوقة التي تهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في كاراكاس، مشيرا إلى دعم روسيا لحكومة رئيس نيكولاس مادورو المنتخبة شرعيا، مؤكدا أن الفنزويليين وحدهم لهم الحق في تقرير مستقبلهم. أعلنت سلطات الإطفاء اليونانية امتداد حرائق الغابات إلى العاصمة أثينا وجزيرة زاكينثوس في غرب البلاد. وأعلنت اليونان الطوارئ بمنطقة جزيرة وابي التي تشتعل بها الحرائق منذ أيام عدة، وطلبت مساعدة من الدول الأوروبية في إطفاء الحرائق. واستأنفت 23 طائرة ومروحية أعمال مكافحة النيران، فيما تم إرسال 100 رجل إطفاء إضافي إلى موقع الحريق بالجزيرة، ما يرفع عددهم إلى 382 شخصا. تصدر فيلم الفيل الأزرق 2 وأولاد رزق 2 شباك إيرادات أفلام عيد الأضحى المبارك، إذ شهد دور السينما إقبالا كبيرا من الجمهور على مشاهدة الفيلمين اللذين حظيا بإعجاب وإشادة الجمهور والعديد من النقاد. المزيد في سياق هذا التقرير. كل هذا الزحام على دور السينما التي طالما كانت واحدة من أهم مقاصد المصريين في العيد، لا سيما عندما تتألق فيها أفلام مميزة كفيلم الفيل الأزرق في جزئه الثاني، والجزء الثاني أيضا من فيلم أولاد رزق. أولاد رزق السنة دي الجزء الثاني جميل جدا. كريم العزيز أدى دور حلو جدا عن قصة الفيلم، أو يعني وكمان ليه جزء ثالث. أنا شايف كده، وكمان يعني القصة حلوة جدا. فقد حقق فيلم الفيل الأزرق 66 مليون جنيه و731 ألفا في أسبوعه الثالث، كما حصد فيلم أولاد رزق أكثر من 35 مليون جنيه في اليوم الرابع له. لما اتفرجت على الجزء الثاني عجبني في حاجات كتير قوي بصراحة، والفيلم يعني حبيته قوي. كنت عايز أخش الفيل الأزرق بس التذاكر بتاعته خلصت حضرتك، فاضطريت إن أنا أخش أولاد رزق. بيحترموا دماغ الجمهور وبيقدموا حاجة كويسة للجمهور. يعني أنا شايف الفيل الأزرق 2 وأولاد رزق 2 شايفهم واكلين الدنيا كلها. يعني أسر كاملة وشباب وسيدات وأطفال تجدهم يصطفون في انتظار دورهم لحجز مقعد قبل نفاذ التذاكر لمشاهدة فيلمهم المفضل. بأخبار السينما نكون قد وصلنا لنهاية هذه النشرة، لم يتبقى فيها سوى استعراض أبرز الأنباء. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة خلال الشهر المقبل. قوى الحرية والتغيير بالسودان ترشحه عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة الانتقالية بالبلاد. وروسيا تعلن دعمها لفنزويلا في مقاومة محاولة واشنطن تغيير حكومة مادورو. ولمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء في أمان الله.